اللاعب كريستيانو رونالدو يدع حارس المرمى عبد القدوس عطية حارس المرمى السعودي من أصل مصري وضعه في تحدي مرعب وسجل هاتريك في ثالث مبارياته. الضون أشار للحارس إلى الزاوية التي سيصوب فيها وذهب إليها الحارس والنتيجة كانت هدف ثالث وهاتريك تاريخي. اللاعب كريستيانو رونالدو يسجل أول سوبر هاتريك بقميص النصر في مواجهة الوحدة المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل لا شيء لحساب الجولة 16 من دوري روشن السعودي. تالي تخطى النجم البرتغالي حاجز 500,000 هدف في الدوريات التي لعب فيها. أهداف الدون الصاروخ يتفاعل معها بشكل كبير عشاق الدون في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المدرجات التي كانت تهتف باسم الدون. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.